خليني أسأل الدكتور هشام عن يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن غياب البرنامج الانتخابي بشكل أساسي، لكن في وجهة نظر حضرتك ما هو الملف الأهم اليوم في هذه الانتخابات، الأولوية فيما يتعلق بإدارة هذه الانتخابات؟ هو طبعا اللي هي الأولوية هتختلف من حسب زاوية النظر. يعني بالنسبة للمواطنين طبعا الأولوية هتكون الملف الغالب اللي محتاجين يسمعوا فيه كلام كويس وتطمينات فيه اللي هو الملف الاقتصادي، وخصوصا فيما يتعلق بملف سعر الصرف والتضخم. يعني ده ملف شاغل الناس بشكل كبير جدا، وهو الأحداث اللي حصلت في الفترة الأخرانية خلت الناس بس تحس ان في يعني ثمار التنمية اللي تعبنا فيها، حست ان هي 2023 كانت تقيل عليهم شويه. فطبعا الناس عايزه تفهم ان احنا بالنسبه لنا في ظل الواقع ده، وواضح ان في تآمر عالمي، يعني واضحه دي ما عادتش مخفيه، ان في اطراف بتضغط وليها اهداف سياسيه واهداف اقتصاديه، يعني واضح من خلال الممرات اللي عايزه تنشأ والناس اللي ليها اهداف شمال ويمين، وفي وضع اقليمي محتاج يشوف، وضع عالمي محتاج يشوف اثر بشكل كبير على الجزء المتعلق بسعر الصرف. فيبقى المواطن من وجهة نظر المواطن هيبقى الملف الاقتصادي واضح وظاهر. ممكن نشوف بالنسبة للأحزاب السياسية والقوى السياسية، احنا قطعنا خطوات كتيرة فيما يسمى بالتنمية السياسية، وفي سلم الأهداف العملية دي احنا شايفين النهاردة درة التاج، يعني زي ما بيقولوا الانتخابات الرئاسية وشكلها ونزاهتها والشكل اللي ممكن تخرج بيه، وهيكون ليه تأثير كبير جدا على الواقع الاجتماعي وعلى الواقع الاقتصادي والواقع العالمي. الملف اللي في وجهة نظري مهتم بيه الرئاسة، وده اللي طرحه النهارده المستشار محمود فوزي بشكل كبير جدا، ان هو استراتيجية البرنامج قائمة على تنمية الإنسان. ان احنا بالنسبة لنا قطعنا شوط كبير في بناء الدولة. محتاجين بقى الحلم المصري ده ينطلق خلاص. يعني احنا القطر يفوت بسرعة، يتحرك بسرعة. يتحرك بقى بسرعة والناس تجني الثمار، ونبدأ نستشعر حجم المجهود اللي اتبذل عشان تبدأ الناس تبدأ تحس شكل الدولة اتغير. بدأ يحصل فيه نوع من انواع الوعي، مستوى من التماسك الاجتماعي لشكل معين، مستوى التعليم بدأ ياخد شكل مختلف، مستوى الصحة اتباعا بقى الملفات كلها. الملفات تبدا تدور العجله ونبدا نشتغل على الملفات بالتفصيل. مستشار خالد، برضو نفس السؤال، في راي حضرتك ايه هي الاولويه في هذه الانتخابات والملف الاهم سواء بالنسبه للمواطن او بالنسبه للاحزاب السياسيه؟ الملف الاول هو تخفيض الاسعار. تخفيض الاسعار هو محط انظار كل المواطنين، لان الاسعار غول يلتهم الجميع. واعتقد ان يعني سياسه الرئيس سياسه قويه جدا، بنت بنيه تحتيه قويه، استطعنا من خلالها نمهد الطريق للاستثمار المباشر الذي يكفل التنميه المستدامه التي هي الطريق الوحيد لاجل زياده الانتاج. ولما يزيد الانتاج يزيد الدخل او يزداد الدخل الفرد. ونقدر نحل المشاكل الاقتصاديه دي. هناك بعض الأمور في أيدينا وهناك بعض الأمور مش في أيدينا. اللي في أيدينا إن احنا نزود الإنتاج ونحاول إن احنا نتخذ سياسات لتسهيل افتتاح فتح المصانع المغلقة والتيسير على بعض الشباب لفتح صناعات صغيرة ومتناهيات الصغر. ما ليس في أيدينا هو إن هناك دولة تقود العالم وتستهدف إغراق العالم في التضخم. يعني الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة تطبع في دولارات، وهو ده السبب الأساسي والرئيسي للتضخم الذي يحدث في العالم. مصر بإمكانياتها وبحكومتها تعمل بكامل طاقتها من أجل هذا الأمر. نحن نحتاج في الفترة القادمة إلى أن نحول الطاقة المعطلة من الشباب اللي ما بيشتغلش إلى شباب بيشتغل. تخفيض معدلات البطالة والبطالة المقنعة، وكذلك تخفيض معدلات الأمية، لأن الأمي يحرق نفسه قبل أن يحرق مجتمعه. وأتصور ده كمان جوهر فكرة سياسة بناء الإنسان أو استراتيجية بناء الإنسان، وده بالفعل يمكن هو تفعيلا للي قاله المستشار محمود فوزي. ان بناء الانسان طبعا حجر الزاويه. احنا قضينا، يعني عايزين نوضح للمواطن المصري البسيط ان في دوره اقتصاديه، الدوره الاقتصاديه دي مدتها 7 اعوام. احنا فتره وجود فخامه الرئيس معانا كانت دوره اقتصاديه واحده. لا يتم الشعور
بثمار الثوره الاقتصاديه الا بعديها بفتره، خصوصا كمان في انه في طرق واستجد حاجات عالميه غيرت الامور كلها. وما يعتبر بارقه امل هو البريكس. احنا دلوقتي اتحررنا بنسبه كبيره من سطوه وسيطره الدولار، اتحررنا من نير اسر عدم زراعه القمح اللي توقفنا عن زراعته 30 سنه، فخامه الرئيس زود الرقعه الزراعيه ل 9.8 مليون فدان لاول مره في تاريخ مصر بعد ما كان ممنوع على مصر زراعه القمح.